واختتمت هيئة الفنون العمارة والتصميم النسخة الأولى من تحدي ديزايناثون الذي أقيم في العاصمة الرياض بتتويج الفائزين في المسارات الثلاثة للتحدي، وهي بالتفصيل التصميم لحياة صحية، التصميم لتحقيق الأثر المجتمعي، والتصميم للاستدامة. شارك فيها أكثر من 500 مشترك، قدموا على مدار 3 أيام العديد من الإبداعات ضمن المسارات المحددة للمسابقة، والتي تهدف لتطوير حلول مبتكرة في قطاع التصميم والبحث أيضا عن حلول لتحديات عالمية والتوعية بأهمية مفهوم التصميم التشاركي الإبداعي. طبعا دكتورة سمية سليمان الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم تحدثت عن هذا الحدث الذي شارك فيه الشباب. هذا المقطع من موقع صحيفة الوطن الإلكترونية. سعداء ويعني صراحة فخورة جدا بجميع اللي شاركوا، كانوا معانا 500 من المتسابقين، شكلوا 100 فريق وأكثر في 3 مسارات. يعني كانوا نتكلم عن التصميم لمجال الاستدامة، التصميم لمجال الأثر الاجتماعي، والتصميم لحياة صحية. يعني 3 مجالات جدا واسعة ومهمة بالنسبة للمجتمع. شفنا خلال 3 أيام تفاني وعمل دؤوب، يعني المكان كان موجود مدة 24 ساعة، في ناس قعدوا فعلا 24 ساعة بحماس وشغف أنهم فعلا بدهم يكون لهم دور، أنهم يكون لهم أثر من خلال صنع هذا التغيير. اليوم كان عندنا 9 فائزين، 3 في كل واحد من هذه المسارات، جدا فخورة فيهم لأنهم وصلوا مو بس للمشكلة الفعلية لكن حللوها للمناسب، طلعوا لنا حلول مبتكرة فيها جوانب إبداع، وكذلك نظروا للجوانب اللي هي ريادة الأعمال، كيف ممكن هذا خلينا نقول ابتكار. هذا المقطع طبعا من صحيفة المواطن الإلكترونية، وإلى قصة